مشاهدينا الكرام، ننتقل بحضراتكم الآن لنقل وقائع جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وامتنع عدوان، اعتمد مشروع القرار بوصفه القرار 2703 ل 2023. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيان بعد التصويت. أعطي الكلمة إلى سعادة ممثلة الولايات المتحدة. شكرا السيد الرئيس. يسرنا أن نرى أن مجلس الأمن أعاد التأكيد على دعمه للمبعوث الخاص ديمستورا وبعثة مينورسو بقيادة الممثل الخاص للأمين العام من خلال اعتماد هذا القرار. وجه مجلس الأمن اليوم رسالة مفادها يجب تكثيف الجهود لتسوية الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية من دون أي تأخير. صحيح أن هذا القرار نال دعما واسعا، ولكن من المؤسف أن المجلس لم يجدد هذه الولاية بالإجماع، لأن الوحدة تعزز من جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام. الزملاء الأعزاء، الولايات المتحدة تدعم المبعوث الخاص ديمستورا والجهود التي يبذلها للنهوض بعملية السياسية. وفي اعتماد هذا القرار شدد أعضاء المجلس على الحاجة الملحة لعملية سياسية ناجحة. ومن جديد ندعو كافة الأطراف إلى التواصل مع المبعوث الخاص بحسن نية والعمل نحو تسوية سياسية مستدامة. فالتسوية السياسية ضرورية لتعزيز المستقبل السلمي والمزدهر للسكان في الصحراء الغربية والمنطقة. والولايات المتحدة تعتبر أن خطة الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي للمغرب مقاربة جدية لتلبية هذه الطموحات. من خلال تجديد هذه الولاية، إن مجلس الأمن أعاد التأكيد على دور المينورسو الأساسي، والبعثة تسعى للإبلاغ عن الوضع على الأرض وتقديم الظروف المؤاتية لتحقيق التقدم في العملية السياسية. نرحب بالتقدم الذي حققته البعثة لاستدامة العمليات الأساسية، فإن عملية إعادة التوريد وضمان احترام حرية التنقل البعثة هذه من المسائل الأساسية. الزملاء، نحن نشعر بالقلق إزاء الظروف الإنسانية في تندوف وظروف المعيشة الضعيفة وضعف الأمن الغذائي وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية. هذه كلها تستوجب استجابة قوية. الولايات المتحدة من الجهات الواهبة الأولى، ونحن مستعدون لأداء دورنا، ولكن يجب على الجميع أن يؤدي دوره في هذا الصدد. فالناس في المنطقة يعتمدون علينا. اليوم هذه الخطوة خطوة إيجابية، ولكن ينبغي أن نمضي قدما بهذا التقدم الإيجابي. شكرا. أشكر سعادة ممثلة الولايات المتحدة على هذا البيان. والكلمة الآن للموزمبيق، السيد الرئيس. نشكر